في شهر آب من كل عام يقام مهرجان غوتنبرغ الثقافي، والذي يعد من أكبر المهرجانات الثقافية شمال أوروبا، ويستمر على مدى 6 أيام تتضمن أكثر من 1000 فعالية مجانية. كما يعد المهرجان صلة وصل بين الوافدين الجدد والشركات والمؤسسات التي تهتم بهم. الشغل الشيء الحلو اللي قدمنا ليه المهرجان انه عطانا مكان نقدر نقف نقابل فيه الاخوة الجدد بالسويد من كل البلاد، بنقدر نتعرف عليهم بسرعة، بيعرفهم مدرستنا، يعني كان فرصة عظيمة ان احنا نكون لنا يعطونا مكان بالمكان هنا. الوافدون الجدد من السوريين وجدوا في مهرجان غوتنبرغ الثقافي متنفسا لهم من خلال النشاطات المتنوعة التي يقدمها المهرجان والخاصة بالأطفال، والتي بلغ عددها أكثر من 300 فقرة تتنوع بين قراءة القصص باللغة العربية والأعمال اليدوية والنشاطات الفنية وغيرها الكثير. هي فرصة أنه تتاح للجميع أنه يجي ويتعرف على الحضارات والشغلات كتير، يعني وبالنسبة للأطفال واللعب هيك الأطفال ويكونوا سعداء كتير، وحتى إحنا سعداء كتير بأنه إحنا شايفين أطفالنا مبسوطة. أنا جاي على مهرجان يعتبر عشان أتسلى وألعب وكمان أروح على نشاط نجارة، وكمان ربحنا كتير أشياء وبنتجمع كلياتنا وأنا ابن عمي كلياتنا بنتسلى. إظهار التعدد الثقافي الذي تعيشه مدينة غوتنبرغ السويدية هو الهدف الأساسي للمهرجان، الأمر الذي جعله مقصداً لأكثر من 1.5 مليون زائر واحتفالاً سنوياً ينتظره الجميع. يعتبر مهرجان غوتنبرغ الثقافي ملتقاً يجمع بين كافة مكونات المجتمع السويدي مع بعضهم البعض، وفرصة للتقارب والتعرف على ثقافات جميع الشعوب المقيمة على الأراضي السويدية من خلال النشاطات المتنوعة التي ينظمها هذا المهرجان. يسار لبي، أورينت نيوز، غوتنبرغ.